حروح لمحطتنا التالية. الحرف العربي له سحر خاص، لذلك كان هو فكرة انطلقت منها ضيفتنا ضمن مجموعة من الأكسسوارات ليصبح جزء من إطلالة السيدة، مجموعة من الأفكار تجسدت بقطع جمالية رح نتعرف عليها، وأيضا طبعا باعتبارنا بموسم الأعياد بداية وبداية الصيف رح نتعرف سوا كيف ممكن نضيف لمسة أنيقة على إطلالتنا بتكاليف ممكن تكون مناسبة. التفاصيل مع ضيفتنا بالاستوديو ريم شيخ غزال مصممة الأكسسوار. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير وينعاد عليكم وينعاد على بلدنا الحلوة وعلى الجميع يا رب. يسعد صباحك. خلينا نبلش من البداية، من وين اجتك فكرة انك تبلشي بالاكسسوار والتصميم؟ ويمكن هلا مثل ما قالت سلمى مع بداية الصيف والاعياد بتلاقينا نحن الصبايا بنهتم بالاكسسوارات لانه فعلا بتعطيكي لمسة انيقة وجميلة. مزبوط. هلا انا اول شيء دارسه انتيرير ديزاين هندسه ديكور، بس بنفس الوقت كثير بحب الاكسسوارات، كثير بحب اللمسه تبعها. حبيت اني انا فوت بهذا المجال، بلشت صمم قصص صغيره اول شيء لحتى شوي شوي بلشت اطور حالي. حسيت انه انا بلش يطلع مني انه شغلات جديده، شغلات حلوه، افكار حلوه، لحتى وسعت شوي شوي شغلي وفتت بهذا المجال الحلو، وفعلا هو كثير ممتع، كثير بيعطي لمسه حلوه وكثير حاببته وحلو كثير. يعني قلتي شيء عن بالبدايه انه انت بتدرسي كنتي دراستك انتيريال ديزاين، فهذا الشيء يمكن اللي خلاكي تنجذبي لتبلشي بالخط العربي او تستخدمي دراستك تستفيدي منها بهذا الشيء. خلينا نحكي كيف عملتي اكسسوارات العلاقه بالخط العربي. الخط العربي هو كثير حلو، هو مميز، بتحسيه مزين حاله اي شيء، حتى اذا بدك يعني بيميز المراه الشرقيه والعربيه بشكل عام لما تلبس قطع العلاقه بالخط مزبوط. العربي مزبوط، حتى بيعطي جماليه وقت بتحطي اي قطعه بالخط العربي بتحسيها لها جماليه. حتى بيجيني طلبات لبلاد اجنبيه اني انا ارسم حط اعمل اكتب الكتابة الاسم الأجنبي اقلبه لخط عربي، لأنه بيعطي هيك جمالية أحلى، التشكيل تبعه هو اللي بزينه حتى كمان. فحبيت يمكن بيعطي اكسسوار إضافي. بس خلينا نحكي هلأ عن جايبة مجموعة من القطع الجميلة والألوان الجميلة هيك الصيفية الرايقة. مزبوط. خلينا نحكي نبلش على القطع اللي عم تشتغليهم حاليا. هلأ داخلين على فصل الصيف، الألوان كتير حلوة في فصل الصيف، زهر، تركواز، وأنا كتير بحب لون التركواز وكتير بحب أشتغل فيه. هلأ بعمل عاملة حتى كمان الأساور من الجلد، ألوان الجلد، في أخضر، في الأزرق، عاملة قصص للسنسلة للنظارات، فايتة بألوان التركواز فيها، فايتة باللولو حتى مدخلت له لون التركواز، عاملة حتى قصص للطواق، هذا كمان مفوت له الألوان الحلوة. فينا نفردهم شوي بعد إذنك مشان نشوفهم على الكاميرا؟ أكيد طبعا. بس أنو كاميرا؟ يلا تفضلي عم نتفرج عليهم. هلا هيدي مثل السنسله للنظارات، كثير يعني بحسها بفصل الصيف هلا كثير دارجه موضتها، كثير حلو، بتعطي جماليه، بتعطي نعومه، بتلفت للنظر كثير، لونها حلو، وحتى في عامله الوان ثانيه مثل البينك الزهر، وعامله مثل الوان الموف والتركواز والتركواز اللي معك كمان كثير حلوه، وفي قصص كمان كثير ثانيه معروضه على صفحتي تاليز اكسسوارز، كثير بحط عليها كمان شغلات كثير حلوه هي وللعين كمان. ايه كثير بحب العين واغلب شغلي حتى بحط له عيون، كثير بحب كثير العين، بحسها بتلفت نظر حتى بتعطي جماليه. ايه بتعطي جماليه كثير ناعمه وكثير بحبها، فكمان حاطه كثير بشغلي. كمان عم نشوف هي للموبايل. مزبوط، هي نفس المبدا تبع النظارات بس هي للموبايل. للموبايل عاملتها، صح، عامله كثير قصص حتى للموبايل. كمان حلوه انه الوحده بس الصبيه بس تحمل الموبايل يكون نازل منها هيك اكسسوارز كمان ناعمه حلوه، وحتى ممكن تساعدها بقلب النهار وبالحمل كثير كمان حلو، كثير بتساعد انه تحط وحده تحط الموبايل كل الوقت. هو صار بيعتبر يعني هدول اكسسوارات صاروا هن اثنين بواحد، يعني انا لابسه
قطعه اكسسوار بتكمل اطلالتي وبنفس الوقت مستفيده منها. فيك تكوني لابسه سمبل مزبوط، فيك تكوني لابسه سمبل وحاطه السلسله تبع النظارات، كمان بتعطي جماليه وبتلفت نظر، بتطلع حلوه كثير. بس قديش يمكن بتلعبي على التفاصيل ريم؟ يعني لما تيجي صبيه لعندك بتقول لك انه انا حابه يكون في عندي ديزاين معين او تصميم معين بيشبه شخصيتي مع الالوان، قديش بتحاولي مثلا تضيفي بصمه من شخصيتها على القطعه لتكون بتشبهها؟ هلا كثير بتساعدني. يعني في كثير ناس بنشوف بيحبوا الاكسسوار الكبير، في ناس بتحب الاكسسوار الناعم، في ناس بتحب الالوان الرايقه، في عالم بتميل للفضه مثلا. مزبوط، هلا كل حدا له شيء مميز، مثل ما قلتي في عالم بتحب الاكسسوارات الكبيره، في عالم بتحب الاكسسوارات الصغيره. بس كمان بتساعدني بس تقلي بداية انه شو حابة، وانا اكيد بضيف لمساتي عليها، واكيد ما بعمل شيء غير لحتى يكون انه هي رغبانته. وكتير بنبسط بس لحتى اعمل شيء ولاقي انه كومنت كتير حلوة تقلي انه شو هالشغل مثلا حبيته كتير، انه حبيت الشغلة اللي عطيتيني اياها، عملت لها شيء اللي هي بدها اياه، كمان هي كثير بنبسط فيها. أكيد. فكمان حلو يعني. اكيد. كمان خلينا نشوف شوي من القطع اللي موجوده، يمكن الاساور والحلقان اللي هي لها علاقه بالخط العربي. مزبوط. وهي شيء هيك مميز، اذا فينا تفرجينا شوي ونحكي عنها. هلا هيدا الحلق عملته بالاسم اسماء اولادي، عملتها الله يخليك حبيبتي. فبعملهم بالنحاس وبطليهم بميه الذهب. كمان كثير بيعطوا جماليه اقل، بتحسي وقت بتعملي اقل تكلفه طبعا للصبيه طبعا. وبيعطوا جماليه للاذن، بيعطوا جماليه للاظهار للاطلاله اساسا. تماما. كثير حب يعني بحب اشتغل بالخط العربي بالحلق، ودارج كثير حتى الاحرف، بدايه حرف كل اسم، كمان انه تحطي بدايه حرف كل اسم كل صبيه تحطها حلق على اذنها، كمان كثير حلو. يمكن قلتي نقطه كثير مهمه مشان التكلفه، قديش كمان بتدرسي يمكن موضوع تكلفه هدول الاكسسوارات، بحيث انه عم نشوف في فرق بالاسعار وفي تكاليف كبيره؟ يعني قلتي مثلا مطليه بالذهب مشان تكون اخف تكلفة للناس، كمان الأسعار قديش بتلعب دور بتكون بتناول الناس؟ يعني الأسعار هي الصبية تكون تقدر تشتري هدول الأقطاع؟ طبعا هلا الأسعار كثير بتلعب دور لحتى الصبية تقدر تغير وتقدر تجدد، تقدر تنوع بالإكسسوارات. هلا دائما وقت بتشتري مثلا قطعة الذهب تقولي إنه لا هي جبتها، أما وقت بتجيبي شيء حلو وملفت نظره يعني هو مطلي بمية الذهب بتحسي إنه فيك تنوعي فيه لما يكون تكلفة أقل. فكتير حلو إنه الوحدة إنه تنوع تجدد تغير بالإكسسوارات تبعاتها، وهيك بتصير الوحدة بتتشجع أكثر حتى إنه هي تشتري تغير تزين حالها أكثر بإكسسوارات. أكيد. حلوة كمان. أكيد. يعني خلينا نقول كمان اليوم نحن عم نتعرف من خلالك على مشروع هو ممكن كل ست إنه هي تعمله بقلب البيت، تشتغل. أكيد. على الإكسسوارات. اليوم كمان الهاند ميد هو عالم مهم للسيدة، قدرت تدخل من خلاله بمشاريع هيك صغيرة وتكون معيدة نفسها، يعني تساعد تساعد بالمصروف البيت، او حتى بنفس الوقت تحقق ذاتها، تلاقي حالها امراه منتجه ان كانت. صح. هي بتشتغل او كان هو شغل اضافي لها. قد ايه فرق معك بعد ما دخلتي بهيك مشروع حياتك كلياتها؟ قد ايه تغيرت؟ كثير حلو. قد ايه صرتي تفيدي عائلتك كمان؟ صح، كثير حلو. وعن جد بنصح كل مره انه هي اذا عندها اي شيء، اي لمسه شو ما كانت، انه اذا بتحس انه هي بتحقق منها شيء انه هي تعمله. اي مهنه ممكن تطلع منها انه تحسها انه ممكن تحقق فيها عمل زعفة. حلو اي تساوي. بشجع على كل مره هذا الشيء، لانه كثير حلو. وقت بلشت وانا ما كنت متوقعه انه يعني ممكن اني انا انجز بهذا العمل، وتخطيط خطوه ورا خطوه وشفت حالي اني انا عم بعمل، صرت احس حالي بصير الواحد زايد ثقته اكثر بحاله، مبسوط اكثر. مثل ما قلتي حتى المصروف طبعا كله بحس طبعاً. انه الواحد هلا بدها اثنين وثلاثه يصرفوا بقلب البيت، بحس الواحد حاله انه عم يعمل شيء، عم انجز، عم بعمل. يمكن ضمن رحلتنا الصباحيه سلمى استضفنا كثير من السيدات والنساء لهم مشاريع خاصه، عبر مشاريع مثل ما قلتي يكونوا معيلين نفسهم ومعيل عائلتهم بضمن الظروف المعيشيه الصعبه. ريم وصممت الاكسسوارات
نتشكرك على وجودك معنا، نتمنى لك التوفيق بجميع خطواتك القادمه ونجاح. تحيه كمان لاولادك. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك، وعن جد شكرا ينعاد عليكم، وان شاء الله كل سنه وانتم سالمين، وهيك عيد فطر سعيد يا رب. ينعاد عليك يا رب الخير وعلى عائلتك اكيد، وعلى كل يلي عم بيتابعنا. نتمنى لك دائما التوفيق، ونشوفك دائما باشياء جديده وافكار جديده. شكرا لك. شكرا كثير. انا بس بدي اضيف انه الاكسسواراتي في كثير تشكيلات ثانيه على صفحتي، هي تاليز اكسسواريز، اذا كمان في انه تشوفوهم كمان بتمنى تشوفوهم اكثر تشكيله اكبر. أكيد. فبتمنى هيك تعطوني كمان رأيكم فيها. أكيد بنتمنى. وشكرا كثير لكم، ويعطيكم العافية.